السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي في الفيديو دوت هنشوف ازاي نعمل مشكاه. يعني ايه؟ يعني شبه تجميد في الحائط بس مش واصل لاخر الحائط ده، بنحط عليه المصباح وهكذا، بس مش عامل زي النافذه. النافذه بشوف اللي ورا، هو تقريبا بيبقى نص الحيطه. طيب يعني لو انا عندي حيطه قول ونختار مثلا حيطه تكون سميكه شويه، وليكن الحيطه ديت اهيت. لو انا جيت هنا 3D، خلينا نعمل حتة بالشكل دوت. لو انا جيت هنا وقلت له ايديت بروفايل ورسمت شكل داخلي، فده مش مشكلة. ليه؟ لان انت شايف الناحية التانية، فالمشكلة تبقى النص الحيطة. طب نعمل الموضوع ده ازاي؟ طيب وممكن تيجي هنا من اركتكتشر ونقول له كومبوننت واقول له موديل امبريس، واختار مثلا مش هيفرق النوع بس خلينا نختار وول. اوكي، وانا عايز ارسم على الحيطه مش عايز ارسم على الارضيه، هقول له ست واقول له بيك ابلان، واروح معلم على البلان دوت. وبعد كده هقول له اكستروشن او فويد اكستروشن. لو انا قلت له اكستروشن ديت فلازم تغير السوليد دي لفويد، تمام؟ او الافضل ان انت على طول من هنا تقول له فويد فورم. طيب هاجي هنا وهبدا ارسم الاوبننج بتاعتي بالشكل دوت، تمام؟ وهقول مثلا خليها 100، واقول له اوكي. هو رسم لي الفويد بتاعي بالشكل دوت. طيب بعد كده عايز اطرح الشكل ده من ده، هقول له قط واروح معلم على الحيطه، وبعد كده اعلم على الاوبننج، فهتلاقي بقى في فتحه بالشكل دوت، تمام؟ بس الفتحه مش مكمله للاخر، مجرد بس ايه انها بتقطع في جزء من الحائط بالشكل دوت. بعد كده هقول له فينش موديل، فده بيعمل لي اهو المشكاه اللي تقدر تحط الحاجات بتاعتك هنا. مثلا عندك اقلام، دوايا، اي حاجه عايز تحطها في قلب الحيطه بتحطها في الجزء دوت.